هذا يقول: ما حكم من صام على حساب الفلك؟ نقول: أخطأ في هذا، لكن تصوم مع المسلمين. إذا صام المسلمون في بلدك تصوم معهم، وإذا أفطروا تفطر معهم، ويكون الإثم على الذي صومهم على الفلك، الإثم على من أمرهم بالصيام على حساب الفلك. أما أنت فلا تخالف المسلمين، صم معهم وأفطر معهم، والحمد لله.